السلام عليكم مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم الى هذا العدد الجديد من برنامج الاقتصادي الاخضر لهذا الاسبوع. فارس هذا العدد يتضمن بداية روبورتاجا من ولاية جيجل. ولاية جيجل الساحلية بها أيضا زراعات جبلية هامة أساسها زراعة الزيتون، فكيف ترتسم هذه الزراعة على مستوى ولاية جيجل؟ وما هي أفاق تحويل هذه المادة، أي مادة زيت الزيتون، بهذه الولاية؟ العدد يتضمن أيضا روبورتاجا حول شعبة تربية الحيوانات الصغيرة وبالأخص تربية الأرانب، شعبة في توسع متواصل وتتميز بإقبال الشباب عليها في شكل مشاريع مصغرة، فما هي إسقاطات هذه المهنة الاقتصادية والاجتماعية؟ وأخيرا سنسلط الضوء على دور وأهمية مشاتل لإنتاج شتلات الأشجار المثمرة والخضروات بالنسبة لمرافقة استثمارات المنتجين الفلاحيين. تفاصيل هذه المواضيع بعد فاصل قصير، ابقوا معنا. ولاية جيجل ولاية متميزة تجمع بين الزراعات الجبلية والزراعات الساحلية، وأساس الزراعات الجبلية بهذه الولاية هو زراعة الزيتون. ومنتوج الولاية من زيت الزيتون هو منتوج بنوعية عالية وبرغبة تجارية فريدة. عن أفاق زراعة الزيتون بولاية جيجل وعن تأهيل منتوجها من زيت الزيتون نحو التصدير، أعدت الزميلة سعاد إليمي هذا الروبورتاج. يولي سكان ولاية جيجل اهتماما كبيرا لشجرة الزيتون، أهم منتوج زراعي تسخر به الولاية. ويعتبر موسم جني الزيتون موسم ينتظره كل سنة الكثير من الفلاحين، ففيه تتجه العائلات يوميا لجمع ما تيسر من ثمار هذه الشجرة المباركة، تقليد تجتمع حوله النسوة وكذا الرجال. المنطقة التعجيم له خاصة طبة سوق السبت، هذه هي مخيرة في الزيت، الزيتون على مستوى الولاية كامل في المنتوج والله في النوعية. شعبة الزيتون اللي هي وحدها فقط تغطي ما مساحته 20,000 هكتار هنا في الولاية دي جيجل بعدد أشجار كبير وكبير جدا. خليني نقول أن كل الأسر الجيجلية هنا ربما تتوفر على بالأقل على شجرة أو شجرتين من هذه الأشجار المباركة. عندنا تقاليد راسخة، عندنا زيت الزيتون معروف في كامل التراب الوطني. الولاية تعرف منذ القدم بجودة إنتاجها من زيت الزيتون بفعل مناخها الملائم وتربتها الغنية، وكانت لمشاريع التأهيل والتطوير التي شهدتها الولاية خلال السنوات الأخيرة بخصوص زراعة مساحات إضافية من أشجار الزيتون وإحداث معاصر حديثة ووحدات عصرية للإنتاج، وقع كبير في النهوض بهذا القطاع وتحويل الولاية إلى مجال رائد في إنتاج زيت الزيتون وتثمين جودته. تعتبر شعبة الزيتون من أهم الزراعات على مستوى الولاية، حيث تقدر المساحة الكلية المخصصة لهذه الزراعة ب 21,000 هكتار، أي ما يعادل 47% من المساحة الفلاحية المستغلة. بالرغم من التقلبات الجوية التي عرفناها خلال الموسم الحالي، إلا أننا نتوقع إنتاج أزيد من 5 مليون لتر من زيت الزيتون. في ولاية جيجل يوجد كذلك شبكة من المعاصر الحديثة التقليدية والنصف أوتوماتيكية، والتي تقارب 171 معصرة. ولاية جيجل نمتلك 22,300 هكتار زراعة زيتون، راح يكون فيه هناك عملية توسيع المساحات المزروعة، مرافقة ملاك باسنة أشجار الزيتون في العمليات البعدية لتحسين طرق الجني وكذلك توجيه المحصول إلى المعاصر. فيه يعني أيضا في المعاملات البعدية وهي معصر الزيتون الحفاظ على النظافة وكذلك احترام كل الشروط الخاصة بسلسلة الإنتاج داخل المعاصر.
احنا الزيت تاعنا مشهور على حسب المنطقه هذه، يقولوا ديما مشهور وديما هو المخير. لكن منتوج زيت الزيتون هذا الموسم لم يكن كغيره من المواسم الأخرى بسبب العوامل المناخية والطبيعية، وهذا ما فرض على أصحاب المعاصر والمطاحن إنقاذ الموسم من الولايات الأخرى. أنا نخدم المنتوج تاع المنطقة، وكما كي نغطيش السوق نولي نجيب من الولايات المجاورة كما تلمسان تبسة. الانتاج نقص شويه على العوام اللي فاتوا، المردود تاعو طاح شويه لانه الشتاء ما كانش بزاف داخله في العوامل الطبيعيه. الجوده ما تتغيرش، الجوده على حساب المنطقه والتضاريس تاع المنطقه. الانتاج السنه ضعيف على العام الاول والعيمان اللي عدوا، السنه ضعيف الامطار ناقصه العام اللي عدى. هذه العام دي السنه ديسمبر صب خير من الأول كامل العام كامل. هذا الموسم تأثرت بفترات الجفاف الطويلة، ربما المردودية المردود في الهكتار انخفض قليلا، لكن هذا ما يحفزنا إلى العمل أكثر للاتجاه نحو حفر الآبار والمجمعات المائية والأحواض المائية. من تكسنة وجميلة إلى أولاد عسكر وميليا وبرج طهر، مناطق معروفة بإنتاج زيت الزيتون ونوعيتها الجيدة. نشاط فلاحي استراتيجي اختاره الفلاحون للاستثمار فيه لتحقيق الاكتفاء الذاتي. كل دوار يقول لك الزيتون تاعي أنا مليح، كل واحد يجي يقول لك فولي طياب يعني. وشو بالنسبة لنا احنا عندما بدينا في التحاليل وكذا في حدود 2019-2020 درت لابو وبدينا نعيره وأصبحت القضية يفصل فيها العلم يعني. في إطار مراقبة الجودة في هذه المعصرة نقوم بتحليل بعض العينات ومرجعية سنفية الدليل الغذائي العالمي السابع لمنظمة الأغذية والزراعة العالمية. كل عام ندير لها تحاليل في المخبر وتعطينا لي زاناليز كل عام كيف حطلع لك. كل عام وكيفاه على حساب المنتوج لي زاسيد 0.33 مليحه. وبين معصات حديثة وعصية تستخدم أحدث تقنيات وأخرى تقليدية تأبى الزوال، لكل منها مميزاتها، وإن اختلفت طريقة عصرها للزيتون فيها يبقى للمستهلك حرية الاختيار المعصرة التي تناسبه. اوتوماتيك تسمى الزيت ديالها يجي ضعيف، يجي رقيق تسمى كما يقول فعلا شغل ميت بكل رقيق، مي هذا تاعنا يبقى كما تاع بكري. هذه المعصارة صح قديمة تقليدية، هذه المعصارة يشتيوها الناس، الزيت نتاعها يجي باهي ويكسلوها الناس، الزيت نتاعها يجي فيه الريح تاع لبس، وهذه عندي ممكن 15 سنة دراك. المنطقة هذه ما نستغناوش عليها، الجودة تاعو كيما نقولوا الذوق نتاعو ما لقيناها في حتى بلاصة. ولتثمين منتوج الولاية من زيت الزيتون وتمكينه من علامة المنشئ باعتباره منتوجا مميزا، تم مؤخرا إعادة بعث نشاط المؤسسة العمومية الاقتصادية جوماغرو المتخصصة في تحويل الخضر والفواكه وإنتاج زيت الزيتون البكر بعد توقف نشاطها لأكثر من 6 سنوات. المؤسسة اليوم لها قدرة إنتاج 500 قارورة زيت زيتون بكر في الساعة. هذه الشركة التي تم إعادة إحيائها من طرف مجمع أجروديف بشراكة مع مجمع مدار، هذه الشركة مختصة في تحويل الصناعات الغذائية هنا في مصنع تحويل زيت إنتاج زيت زيتون البكر الممتاز الذي انطلق في شهر نوفمبر، بداية شهر نوفمبر يتوفر على طاقة إنتاج 500 قارورة في الساعة بقدرة تحويل 20 قنطار في الساعة، وهذا المنتوج موجه للسوق الوطني وأيضا للسوق الموجه للتصدير. أنا مهمتي كمهندس مخبر بشركة جوماغرو تأتي بعد استلام الزيتون نقوم بمراقبة جودته ونوعيته لضمان أن الزيتون سوف يعطينا زيت زيتون بكر.
النشاط الاقتصادي هذا سيسمح للمؤسسة بتغطية الأسواق الوطنية بمادة زيت الزيتون البكر، مع توفير مناصب عمل مباشرة وغير مباشرة لشباب الولاية. حبسنا إلى مدة بدون منصب، واليوم الحمد لله رانا عندنا مناصب الشغل في المؤسسة هذه. هذا المصنع راح يخلي المنتوج هذا يأخذ الوجهة الحقيقية تاعه، راح يجعل من الفلاح يخدم بكل أريحية، لأنه المنتوج النهائي تاعه راح يعرف المصير إلى أفواه الجزائريين. تفعيل مثل هذه المشاريع الاقتصادية مجددا ستعطي دفعا للاقتصاد من خلال استقطاب الفلاحين المنتجين في هذه الشعبة وإبرام اتفاقيات معهم للحصول على المادة الأولية، وهذا قصد تطوير الاقتصاد المحلي والوطني وكذا التوجه بالمنتوج إلى الأسواق الدولية. شعبة تربية الحيوانات الصغيرة شعبة هامة في حلقة الإنتاج الفلاحي بقيمة اقتصادية واجتماعية هامة، خاصة على مستوى المناطق الريفية والمناطق الجبلية. شعبة تربية الأرانب في الجزائر مثلا توسعت في السنوات الأخيرة بشكل كبير، واستطاعت أن تشد إليها استثمارات في شكل مشاريع مصغرة وراءها شباب ونساء ريفيات. عن القيمة الاقتصادية والاجتماعية لهذه المهنة رصدت الزميلة نذيرة أراو هذا الروبورتاج. شعبة تربية الأرانب من بين النشاطات التي عرفت انتعاشا كبيرا في الوسط الفلاحي مؤخرا. هذا النوع من اللحوم البيضاء الغني بالفيتامينات والمكونات الغذائية العالية والمعالجة للعديد من الأمراض، المستهلك الجزائري أقل استهلاكا لها. احنا كتجار لهنا الجنين ما يمشيش بزاف، ما يمشيناش بزاف الجنين، خاطرش علاش؟ ما المواطن الجزائري ما عندوش اطباق مخصصه للارانب، ما عندهمش دي بلات تاع لي لابان، لا ماجوريتي تاع لي بلارجيريا يمشيو بالدجاج ولا يمشيو باللحم. هذه هي الحاجه اللي تاعي تسمى الجنين ما يمشيش بزاف. هو اسمه ميم الشعبه تاعو ماهمش متخصصين فيها، ماهمش منفيسين فيها مليح. بالنسبه للمستهلك هي كيسيون الوفره. دوك انا نشري قرب 200 الف، انا نشري زجاجات 200 الف ولا لا ناكلوا اون فامي. وكيما نقولوا بالنسبه هي تولي للوفره، تولي للوفره، يكون كي تكون الوفره يطيح السومه تاعو. قبل تاع الجنين كانوا ياكلوه بكري، بكري كانوا يعرفوا له ياكلوا الجنين البراك دجاج عرب، ودوك نقصوا خاطر عليه الدجاج هذا راهو بزاف. اللي جان تاعنا ما يعرفوش الماكله تاع الجنين، على بالهم باللي يحسبوه غالي، كي يشوفوا نقول لهم 120 في الكيلو تجيهم غاليه، هو عنده فايده كبيره. بكري زمان زمان كانوا يربوا وياكلوه، حاجه مليحه ثاني فيها الانفاع وهكذا. المستهلك الان لابد له من ترويج، لانه هذا المصدر يعني نتاع البروتين هو مصدر مهم جدا ومصدر يعني صحي، لان اللحوم معروفه يعني لحوم الارانب يعني ناقصه بزاف الكوليسترول، يعني ما فيهاش يعني الكوليسترول الضار يعني قليل، فيعني هي لحوم يعني طرية ولحوم طيبة. لازم المستهلك يتعرف عليها، ولازم يكون هناك تنوع عندنا في الجزارة نتاعنا، الجزارين نتاعنا لازم هما ثاني لازم معناها يستقبلوا هذا، يكون عندهم هذه الشجاعة هذه باش يزيدوا يعني يدخلوا هذه اللحوم هذه في المبيعات نتاعهم. حتى
حوالي 600 قنطار من هذه اللحوم ينتج سنويا في بعض ولايات الوطن، إنتاج من شأنه أن يساهم في تنويع استهلاك اللحوم البيضاء بأسواقنا، خاصة بعد تصنيف هذه الشعبة وتأهيلها من طرف الوزارة المعنية. كانت بكري يعني ما كانت مصنفة كشعبة، صنفت كشعبة في يعني السنوات الماضية القليلة عن طريق حيث أطرت بقرار الوصادر في الجريدة الرسمية في شهر ماي 2000، يعني سيتون كما نقولوا بروميير كما نقولوا انيسياتيف بور بوستي سيت فيليالا. منذ ديسمبر 2003 بدأ تطور تاع السلالة وتحسين السلالة، إلى غاية 2012 بدينا نديروا لا ديفيزيون ولا توزيع السلالة على المربين الجزائري. ما يخفاكمش بلي هذه الشعبة هي شعبة يعني ما اللي تساهم في الأمن الاقتصادي الوطني والأمن الغذائي للبلاد عن طريق توفير يعني اللحوم البيضاء، وهي اللحوم الأرانب اللي تتعدى 600 طن سنويا على المستوى الوطني. كاين ولايات متخصصه في التربيه، كاين خنشله، كاين تيزي وزو، كاين ولايه قسنطينه، كاين عند دفله. هذا النوع من النشاط الحيواني يحتاج إلى عناية ومتابعة صحية يومية للحفاظ على السلالات المحلية وتحسينها وتكاثرها بغية الحصول على لحوم ذات جودة ونوعية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. الصلاة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة،
آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. لازم يكون الماء بروبر على كونسوماسيون، لازم يكون لا كاليتي داليمون تكون بيان. من بين العوامل الثاني كاين عوامل تاع عوامل دي فاكتور دومبيونس تاع الباتيمون، ثاني لازم تكون كاينه لايغاسيون التهويه، لازم يكون تكون لا تمبيراتور عاديه بالنسبه للارنب، يعني الارنب ما يسحقش ان تمبيراتور عاليه ولا يعني ريزيستون باش ما يغفلناش. من زمان كانوا في الجزائر تناول او اكل لحم الارنب كان شويه تقليدي وما كانوش كامل الناس يفهموا يعرفوا لا قيمه هذا اللحم، هذه اللحوم البيضاء. حتى مؤخرا بداوا حتى الاطباء ينصحوا باكل لحم الارنب لما له من فوائد، من بينها السمنة، السكر، أمراض القلب، الكوليسترول، معناتها الناس ولا تحوس على أكل هذا اللحم. لهذا المعهد التقني لتربية الحيوانات راهو يدير في تحسين هذه السلالة، والهدف تاعه هو نشر أو توزيع السلالة على السوق الجزائرية. السيد رحوي محمد فلاح بولاية تيزي وزو، واحد من بين المربين الذين اهتموا بتربية هذا النوع من الأنعام منذ سنوات. خبرته تؤكد لنا أن مردودية الإنتاج في هذا النوع من اللحوم وفيرة مربحة وغير مكلفة مقارنة بلحوم الدواجن، فيما تبقى عملية التسويق هي الحلقة الضعيفة في مثل هكذا استثمار. الجنينة لا كان نصرف عليها 100,000 جيب لي 100,000 قادران نربح، يعني فيها الفايدة وما فيهاش خسارة. الخسارة صادير يورا ان مونكا غاني مي با دو بيرت. ما نقدرش نقول كيما بار اكزومبل الدجاج بار اكزومبل يقولك خدمت وخسرت كذا وكذا مال، لا الجنين ما نخسرش، خدمت مليح جوري ان بينيفيس مليح، خدمت موان جو غاني موان، مي لا بيرت نو با دو بير. الحمد لله جي ريوسي بارابور ثانيك للتسويق. التسويق انايا كنت نحبط للجزائر، كنت صبت تما دي بوشري اللي نسوق البرودوي ديالي، دونك حتى هما عاونوني. مي سي با اون سوليسيون، سي با اون سوليسيون يعني دائمة. يؤكد المختصون على ضرورة المرافقة والدعم الكبيرين لهذا النوع من اللحوم البيضاء والعمل على الترويج لها لتصبح بديلا للحوم أخرى بالأسواق وبأسعار مناسبة. فعلا ما زالت السعر نتاع الارانب، لحوم الارانب مازال مرتفع بالنسبه. دائما نديروا الروبير نتاعنا هو الدجاج. الدجاج الان راه يدور في حوالي 500 دينار، الارانب راهم في 900 دينار. اذا باش السعر هذا يهبط يولي يعني يكون متوازي مع سعر الدجاج، لازم نروحوا للتربيه المكثفه. وباش نروحوا للتربيه المكثفه لازمنا المعرفه الميدانيه، المعرفه لو سافوار فير. لو سافوار فير هذا شكون يوفره؟ يوفره المعاهد المتخصصه. حابش ترافق المربين هادو وتوفر لهم السلالات المطلوبه، توفر لهم اللقاحات المطلوبه، توفر لهم كل الظروف باش يعني تكون عندنا تربيه يعني كما نقولوا مكثفه ومركزه، وبالتالي يكون عندنا الكميات وتكون عندنا السعر ويكون عندنا تحكم في الكلفه. الاستثمار في هذا النوع من اللحوم البيضاء ببلادنا قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ودافعا أساسيا لتنمية مستدامة.
مشاتل إنتاج شتلات الأشجار المثمرة والخضروات من أهم مراحل عملية الإنتاج الفلاحي. مؤسسات إنتاج الشتلات على المستوى الوطني توسعت في السنوات الأخيرة وتنوع إنتاجها وحظيت بأهمية كبيرة في مرافقة استثمارات المنتجين الفلاحيين. روبورتاج سهام رغي. أوروبية لدينا إيطاليا إسبانيا من أكبر المشاتل. عندنا حوامل طعم إنفيترو مخبارية. لدينا أصناف جديدة متأخرة ومتبكرة من أكبر المشاتل في الجزائر. نخدم أكثر من 600 ألف شتلة في العام من ناحية الزيتون، من ناحية ليزاغريم، من ناحية الحوامض، من ناحية اللوزيات، من ناحية الكروم. عندنا كيف ليزاغريم، عندنا بريكوس إيطارديف، حاجة اللي توجد قولي ماد سبتمبر حتى لافا، قولي حتى 15 أفريل. عندنا كاع هذه في الحمضيات. الناس كي تشوف فيها تخدم تحت كمامتي تخدموا شنو اللي تخدموا بالإتقان. بالاتقان، ميم الفلاح كي يشري يلقى يعرف منين يشري باسكو علاه كيما نقولوا حنا راح يشري مطرق، المطرق ما على بالوش واش فيه، ما على بالوش واش من الفاريتي، ما على بالوش واسكو مريض ماشي مريض، باش نحذروا، حذروا على بلادنا، حذروا على الميتي هذا، حذروا على كل حاجه، ماذا بينا ان شاء الله الناس قاعد تخدم وصافي بليزير تشوف فيهم يخدموا الحمد لله، وكاين بزاف راهم يطوروا، كاين بزاف ديجا راهم طالعين راهم يخدموا بحراره حابين يخدموا والحمد لله ربي وفقنا وربي. هما فيهم بزاف اصناف، فيهم بزاف انواع، عندهم لي بورتوغريف وعندهم لي فاريتي، باسكو كيما على بالنا لا فاريتي اللي تمد لنا الغله ما نقدروش نغرسوها في الارض مباشره، دونك لازم لها بورتوغريف، لازم نلقموها باش تقدر تنجح لنا، تسمى نلقموها دو تيل سورت نديروا لها عمليه تطعيم كوم اون ابل سا لو غريفاج اون فرونسي، دونك دو تيل سورت باسكو يكون عندنا ان بلون اللي يقدر يريزيستي لي كونديسيون تاع لو سول، معناها يكون ريزيستون لي مالادي ويكون مقاوم للامراض اللي جايه في التربه، وتكون عندنا لا بارتي ايريان اللي راح تمد لنا الغله اللي يحتاجها الفلاح ويحبها يدومونديها لو كونسوماتور.
باسكو حنايا لا بيبينيير تاعنا سي اون بيبينيير كي اغريي بار ليتا. واش معناها؟ معناها تخضع الرقابه من طرف السلطات. دونك نمدوا له ان سيرتيفيكا وين تكون لانديمنيتي تاع لي مالادي دو كارونتين، بمعنى انه الشجره تاعنا تكون صحيحه ما يكون فيها حتى مشكل. حنا نضمنوا له بلي الجذور تكون تنمو بطريقه ممتازه. سي فري، مي المشتلات القدم الناس ما تخلوش عليهم، ما زلنا عندنا مشتريين تاعنا ومازالوا يبغيو لي فاريتي تاعنا ومازالوا كاين لي ديموندي لي فاريتي تاع بكرين تاعنا. مازال مالغري دخل جديد مي القديم مازالوا يبغيوه ومازالوا يعزوه ومازالوا يديمونديوه. عمي الربيع يعمل بهذه المشتله حسب طلبيات الفلاحين وما يفرضه السوق حاليا. دخلوا لي فاريتي بزاف وكاين اللي عندنا وكاين اللي ما عندناش، دونك لا يجيو يدومونديونا على الفاريتي كي نعطوه لهم ما كان والو. التراب يكون حاضر موجد ترابو يرفض شجرته يغرسها ومن بعد يكمل هو المسيره نتاع الحياه نتاع الشجره هذيك نتاع النبته هذيك. ايه تفتح شجره ودير تنحي عين من قريفو تربطها ومن بعد هذيك العين هي اللي شغل هي اللي تخرج لك الشجره اللي تعطيك الغله. ايه واش تحب طامسون كليمونتين كيما تحب. حنا عندنا هنايا صديبو عندنا 10 قطارات كليمونتين، عندنا 10 قطارات تاع لي نافيل، وعندنا 6 قطارات نتاع قارص. الدولار تقول باللي التراب اللي يخدمو، وحنا رانا نخدمو في التراب هذه وحنا رانا مستثمرين ولازم يثبت. مش الفلاح هو يتحكم، يتحكموا اصحاب المشتالات، واصحاب المشتالات يعني راهم عندهم ديزانجينيور، راهم عندهم ناس مختصين في هذا الاصناف. ما تعيش بزاف الصنف الخارجي، علاه يقول لك باه نبدل؟ لو كان زعما تكون كاش عباك بالك للتسويق ولا يكون تسويق عيان ولا حكايه، حاب يبدل لي فاريتي سوا يدير مؤخر سوا يدير مبكر. هذا الموروث القديم هذا اللي دخلناه بتقنيات جديده خاصه في تدهور المناخ، زدنا دخلنا له سقي بالتقطير والسقو هو تاعو يقعد نقولوا حوالي 15 يوم شهر بعد تعاودي تولي تسقي. تاع بلادنا حنايا بنينه وشابه، تاع الخارج شويه مختلفه اللون لون والكبر كبر، ولكن في البناء نفضل المنتج تاعنا نفضل تشينتنا.
تمت مواضيع هذا العدد من برنامج الاقتصادي الأخضر لهذا الأسبوع، إلى أن نلتقي في عدد جديد ومواضيع جديدة. نستودعكم الله والسلام عليكم.